بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما عندوش نصيب في الآخرة لأنه ما رغب إلا في الدنيا. إذا نحن قسمان، قسم من حباب الدنيا وقسم حباب الآخرة، قسم زاهد في الآخرة وقسم زاهد في الدنيا. ربي اجعلنا من أهل الآخرة إن شاء الله. في الواقع المعاصر أغلب الناس يجرون وراء الدنيا، أغلب الناس يحبون الدنيا، معشوق الجميع المال والجاه والسلطان وما شابهه. أكثر الناس من الزاهدين في الآخرة إلا القليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أذكر بمفهوم الدنيا، نحن ما زلنا في فتنة حب الدنيا، الطمع في الدنيا والزهد في الآخرة. أذكر أن مفهوم الدنيا، الدنيا هي العاجلة، هي الأقرب، هي التي نحياها الآن، هي الحياة الحاضرة، والآخرة هي العاجلة، هي الأبعد، ولكنها آتية لا محالة، وفيها الحياة الخالدة. مفهوم الدنيا أنها امتحان، من أولها إلى آخرها هي امتحان وابتلاء متواصل كأمواج البحر. من خصائص الدنيا أنها زائلة ثانية، لا يبقى منها شيء. ومن خصائصها أيضا أنها متاع الغرور، تبدأ ببداية جميلة رائقة يانعة، ثم تصبح خرقا بالية ولقات أو تذروها الرياح أو ملقات عزكم الله على المزابل. كيف كانت أو كيف هي قيمة الدنيا؟ عند الله لا تساوي جناح بعوضة. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كمالي ومال الدنيا، إنما الدنيا كمن استظل تحت ظل شجرة ثم تركها ورحل. الدنيا عند الغافلين لهو ولعب وتفاخر وزينة، يعني زائلة. عند المؤمنين الدنيا مطية، نمتطيها للحياة الخالدة عند رب قدير سبحانه وتعالى. إذن هذه هي قيمة الدنيا. الدنيا نطير فيها بجناحين، نحن نؤمن أنها مطية ونطير فيها بجناحين، جناح لا أغرق في الدنيا وجناح لا أعيش فقط للآخرة، إنما أمتطي الدنيا لأصل بها إلى جنة الخلد. آخذ ما أعطاني الله من رزق، خذ ما أتاك وكن من الشاكرين، خذ ما أعطاك ربي من الرزق ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذا ما أعطاني الله إياه أرضى به وأحيا به على منهج النبوة، على منهج، على شرع الله سبحانه وتعالى، ثم ينقلب إن شاء الله حين أتقي ربي في ذاك النصيب، سينقلب حسنات في الآخرة، سيكون زادي إن شاء الله في الآخرة. إذن الدنيا دار امتحان لا دار قرار، دار امتحان لا دار استقرار، دار بلاء ماهيش دار هناء، دار عبور وليست، يعني دار ممر وليست دار مقر. عند النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ممر، إذن هي دار ممر وليست دار مقر، هي دار عمل وليست دار لعب وله كما اختار كثيرون، هي دار تزود وليست دار متعة ولا زينة. إذن دنيا المؤمن عمل دؤوب ولا راحة إلا في الآخرة. تحدثت عن أحوال الدنيا، وقال سيدنا ابن عباس قال: ربي اقسم الدنيا إلى ثلاثة أجزاء، الكافر يتمتع، المنافق يتزين، والمؤمن يتزود، وانت اختار لنفسك الطريق اللي تحب.
ثم قول للإمام الشعراوي يقول فيها: الدنيا هي المكان الذي يعد فيه الإنسان مكانه في الآخرة. هنا حضر مكانك في الآخرة. فمن أراد مكانا في عليين فعليه أن يؤدي التكليف الذي يعطيه مكانا في العليين. اللي يحب يكون من الناشئين مشرف جدا يلزمه يسهر الليالي ويتعب باش يوصل لمكان المشرف جدا. ومن أراد أقل من ذلك يعمل أقل من ذلك. هو اللي باش يحدد مكانه في الآخرة. مكانك في الدنيا كيفاش باش تاخذ رزقك وكيف ستتعامل مع رزقك هو اللي باش يحدد مكانك في الآخرة. ويقول الإمام الشعراوي: هذا العلم الذي ينزله لنا الحق سبحانه وتعالى قرآنا وينذرنا ويبشرنا هو دليل لكل مسلم. قرآن هو دستورك ودليلك ومنهج حياتك. حتى نتنافس في ذلك وفي ذلك متنافسا حتى تكون مواقعنا في الآخرة قد مواقع مشرفة. الامتحانات نحب صغيرات يجيبوا لنا الشهيد في الآخرة مانيش ملوجين ما نسألوش أصلا. أنا الأوان أن نبحث إن شاء الله على مواقعنا في الآخرة حتى يحق علينا قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رب ان شاء الله يجعلنا من اهل الاخره ونحبين في الاخره. اذا يجب وتحدثنا ايضا عن حب الدنيا. قلنا الدنيا ليست مذمومه في ذاتها انما حب الدنيا هو المذموم. أن تكون الدنيا هي غايتي هي مناية هو مطلبي من أجلها أتنافس ومن أجلها أحسد ومن أجلها أغار ومن أجلها أقارن ومن أجلها أقاطع ومن أجلها أقتل و هذه الدنيا يجب أن تخرج من قلوبنا. يعني نعبد الله ولا نعبدها. يعني في كل عمل في دنياي ما أعمله يجب أن أعرضه على القرآن والسنة فيكون مطابق لا مخالفة في عملي ذاك. هذا ما معنى أن أخرج الدنيا من قلبي ولا أتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. الدنيا يجب أن لا نرتعش من أجلها، يجب أن لا نقدسها، يجب أن لا نعظمها، يجب أن لا نفرح بها كثيرا، يجب أن لا نحزن عليها كثيرا. وقد علمنا أنها راحلة وأننا سريعي الخروج منها فحياتنا تقاس بالأيام ولا خلود إلا في الآخرة. كيف نتخلص من حب الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام. يعني اللي عظم الدنيا في قلبه نور الإسلام ينزع منك. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام. وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، حرمت بركة القرآن الكريم. وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. إذا كان دخلنا في السب والشتيمة ما عادش عندنا قيمة عند ربي سبحانه وتعالى. وإذا ما نهيناش عن المنكر وما أمرناش بالمعروف نحرم بركة القرآن الكريم. ولذلك تلقى شكون حافظ القرآن الكريم ويصلي ويصوم ويسرق ويزنى ويعمل كل الموبقات. علاش؟ لأن ذلك القرآن لم يغير فيه شيئا حرم بركته كالحمار يحمل أسفارا. إذا حب الدنيا وتعظيمها مصيبة كبيرة، فما بالك باللي يعبدها واللي يعظمها واللي تفتن بها واللي حارب من أجلها. يجب إذن أن نتخلص من حب الدنيا حتى لا تسقط منا عظمة هذا الدين العظيم، عظمة الإسلام وهيبة الإسلام. نتخلص منها بتجديد المعتقدات وأحياء السنن والتحلي بالقيم. قال تعالى: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني ربي سبحانه وتعالى رحيم،
كريم ما ساح اللي يحب الدنيا يعطيه واللي يحب الآخرة يعطيه. ثم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. احنا درجات في الدنيا وفي الآخرة درجات أكثر وأكثر، أكثر تفضيل وأكثر عظمة. الله سبحانه وتعالى عادل رحيم وقادر، هذا ما أريد أن أذكر به نفسي. كيف ربي عادل؟ الله سبحانه وتعالى ما نسي أحدا بدون رزق، يعطيك اللي ينفعك واللي تسحق له بمنظار ربي مش بمنظارك أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، فهم لك الحمد. إذن الله عادل ويعطي كل إنسان ما يستحق بحكمة وعلم وحسن تدبير، بل تدبير عظيم وكرم. ثانيا ربي رحيم، إذا ربي حكيم ما ساحد كل حد أعطاه رزقه، لكن في الرزق هذا لازمك تعرف الرزق الدنيوي يعطيه للي يحبه ربي واللي ما يحبوش. ما هيش جايزة رمو أنه عندك مال، وما هيش عقوبة أنك فقير. أما العقوبة اللي محروم من الدين، ما غنى كان غنى الدين وما فقر كان فقر الدين. الله رحيم كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. ربي اللي يحبه ما يعطيش برشا، ما يشغلوش برشا بالأموال وبالعقارات وبالجاه وبالسلطان. كيف ما أنت تخاف على مريضك من الأكل اللي يضره، إذا عندك مريض وعنده أنواع تاع أكل تضره تحرمه، مش لأنك ما تحبوش، تحرمه باش تحميه. هذه هي رحمة ربي سبحانه وتعالى. قال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، يحمي سقيمه أي مريضه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أغلق عليه أمور الدنيا وفتح عليه أمور الآخرة، ينقص لك من الدنيا ويوجهك للآخرة. ساعات تجي الأخت تقول لي والله كنت ما شاء الله راهو لاباس عليا، وأنا نقول الحمد لله هداني ربي اللي كنت فيه كل لا قيمة له. وثم أنت تحكي على المال. يقول سفيان الثوري إن منع الله عبده من بعض محبوباته، ساعات ربي يحرمك أشياء دنيوية هو عطاء منه له، لأن الله تعالى لم يمنعه منها بخلا، خزينه مليانة ما يصعب عليه شيء، وإنما منعه لطفا، لطفا به كي لا تزل به القدم في أشياء نحن لا نعرفها. إذا ربي لم يحرمنا من الدنيا بل رحمنا من شرورها، هذا ما معنى ربي رحيم. وحمانا مما يؤذينا كما نحمي نحن مريضنا مما يؤذيه، بما أنه رحيم وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين فلن يضيعنا سبحانه وتعالى. ربي أيضا قادر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. اللي غايته الآخرة يبدأ فرحان وراضي باللي عنده، هو بسيط يقول الحمد لله أهلا في أرغب العيش، ليش؟ لأنه راضي. إذا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، حتى أسرتك عائلتك أمورك الكل سبحان الله تبدأ. ساعات تشوف إنسان عايش بسيط، داره بسيطة، أثاثه بسيط، لكن البركة والطمأنينة والسكينة الموجودة في بيته وفي كلامه وفي حياته عجيبة جدا. وأتته الدنيا وهي راغمة، مش الدنيا اللي يحبها هو، الدنيا اللي قسمه هو، جي سال سال. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. قديش تسمع ناس تباس عليهم هما سبحان الله ديما يجوحوا.
أعلم أنه راهي الدنيا أطلبهم. فقره بين عيني ما يعرفش نقص، ما يعرفش الخير اللي عنده سبحان الله. إذا ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فرق عليه شمله، كم من عائلات مشتتة من أجل هو في بلاد وهي في بلاد من أجل الدنيا. ما تحدثش اللي مفروض عليه، تحدث اللي باختيارها. ضيع زوجته، ضيع صغاره من أجل أنه باش نكون لكم وباش وباش وباش، يعني يشتت شمله والعياذ بالله. إذا ربي قادر باش يحسن لنا حياتنا، قادر باش يعطينا كل ما نستحق وكل ما نحتاج، فقط يجب أن نخرج هذه الدنيا من قلوبنا. يعني لا نعمل شيئا من أجلها، بل كل ما نعمله من أجل الله سبحانه وتعالى. فإذا أتت هي في الطريق أهلا وسهلا، لم تأتي لنبكي عليها ولا نحزن عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، تقول استغفر الله يا ربي هو طاغي وربي عمل يزيد في المال. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعطيه اللي يحب الكل رغم اللي هو عاصي، فإنما هو استدراج. يستدرج فيه ربي باش يزيد يغرق في المعاصي، باش وقت اللي ياخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون والعياذ بالله. قال تعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، مش نعلم أن عطاء الله ليس بجائزة، ومنع الله ليس بعقوبة، وسبحان الله ربي يعطي بحكمة وبحسن تدبير. لما يأخذهم ربي هم فرحانين طاغين باللي أعطاهم ربي، يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وقتها مبلسون يعني آيسون لا أمل لهم في شيء. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء. شمطاء شمطاء يعني شعرها أكحل أبيض، زرقاء أنيابها بادية مشوهة خلقتها، يعني المنظر يا لطيف. فتشرف على الخلائق فيقال: تعرفون هذا؟ يقولون: نحن نعوذ بالله من معرفة هذا. فيقال: هذه الدنيا التي تناحبتم عليها، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي، الدنيا تنادي تقول: أي ربي أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله تعالى: ألحق بها أتباعها وأشياعها. الفاشل يا أخواتي محروم من مغانم الدنيا، اللي فشل في دنياه ما حولهاش معاه حسنات للآخرة، يقول ربي سبحانه وتعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. والناجح ينتظره كرم الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، يقول في حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها. ذخرا يعني ذخيرا إن شاء الله وعتاد في الآخرة، بلها يعني نعم صحيح ما أقول، ذخرا بلها ما أطلعكم عليه، اللي يقولك فيه حقيقة سترونه عينا حقيقة. ثم قرأ قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله العظيم. دن هذه الدنيا اللي نتناحر من أجلها، متاع زائل، متاع الغرور، اللي ينتظرك لما تحسن استعمالها في هذه الحياة الدنيا تنتظرك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذه بعض العقائد التي أحييناها، هي موجودة إن شاء الله في قلوبنا جميعاً، يجب أن نعيدها دائماً، نتحدث بأن الله حكيم، أن الله عادل، أن الله رحيم، أن الله قادر أن يفرج كربتي، وأن الله قادر أن يحميني ويحفظني ويعرف ما ينفعني وما لا ينفعني. إن اشتدت عندي مادياً ففي ذلك خير، وإن يسر الله أمراً مادياً ففي ذلك خير. ما يفعل إلا الخير، ولا يأتي من الله إلا الخير، وما أنا عليه هو الخير. ثانياً، أحياء السنن. أحياء السنن ستكون بحديث نبوي شريف عظيم، قال صلى الله عليه وسلم محدثاً وموصل لسيدنا أبي ذر الغفاري، قال: يا أبا ذر، جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وخفف الأثقال فإن في الطريق عقبة كؤود لا يقطعها إلا المخفون. خفاف. إذن إذا اتبعنا هذه النصائح ننجو بإذنه تعالى. هذه السنن النبوية العظيمة إن فهمناها وطبقناها إن شاء الله سنفوز، ومن زحزح عن النار فقد فاز. أولاً، قال: جدد السفينة. ثانياً، أكثر الزاد. ثالثاً، أخلص العمل. رابعاً، خفف الحمل، خفف الأثقال. ما معنى يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق؟ السفينة هي سفينة النجاة. حتى سيدنا نوح ربي قال له أمره بصناعة سفينة. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحدث عن السفينة. إذا ثقبها اللي تحتك وأنت ما ضربتش على يده سنغرق جميعا. السفينة أول كلمة يقول أحد الصالحين، يقول: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا. إذا نعرف اللي نجا وكيفاش نجا. السفينة شنية؟ هي آلة قطع اليم، قطع المسافات في البحار، هي الوسيلة. مثل الطيارة وسيلة في الجو، السيارة وسيلة في الأرض، السفينة هي وسيلة في اليم. السفينة تعوم، تطفو على السطح، لكن متى تغرق؟ إذا الحمولة ثقيلة أو فيها عيب. إذن أنا إذا إيماني فيه عيب شنو غرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يبلى يضعف. قل الله إيمان ينحس ونقص. نعم، الإيمان ينقص ويزيد. قال: فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تعالش احنا دائما نجدد العقائد، وتعالش النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحة أخرى يقول: إن الإيمان يبلو كما يبلو ثوب، لا تجددوه بملاقاة بعضكم البعض، الصحبة الصالحة. سيدنا لقمان قال لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، الإيمان والتقى، وحشوها إيمانا بالله عز وجل، وشراعها التوكل على الله عز وجل، لعلك ناج ولا أراك ناج. كان سيدنا لقمان يخاطب ابنه. إذن لابد أن نحكم السفينة حتى لا نغرق، ولابد أن نجددها إذا ولادرث، لأن السفر طويل، مش نام نومة نقوم منها يوم القيامة. وقتاش يوم القيامة؟ بعد قرن، بعد ثلاثة، بعد 300، كلها نومة في القبر، نومة لا نستفيق منها إلا يوم النشور. طيب يا أخواتي، احنا نقول جدد الإيمان، الإيمان لا يكفي، لابد من العمل. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا بد من الطاعة، لا بد من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. إذا جدد السفينة، أي تبع تكاليف المولى عز وجل، قوي إيمانك
وطبق اللي جاء في القرآن والسنة. هذا ما معنى جدد السفينة. ثانياً أكثر الزاد، لأنه الرحلة طويلة كما قلت، واللي ما قدمنا من أعمال الله أعلم شنو اللي مقبول فيه وشنو اللي غير مقبول. قال المولى عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح اللي فيه لا رياء ولا شرك، لا شرك. إذا أشركت مع ربي حب الدنيا، حب المال، حب النساء، حب أي صنم، أي معشوق أدخلته في قلبك مع ربي غير مقبول. إذا عمل صالح بدون شرك. الأصل أن نبادر بالعمل الصالح قبل مجيء الفتن وقد جاءت. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني استعجلوا، قوموا بالأعمال قبل ما تجيء الفتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من أجل الدنيا باعوا الدين وباعوا الأخلاق وباعوا كل تقي، كل ما هي صلاح باعوه من أجل لعاعة دنيا. إذن يا أخواتي يجب أن ننشغل بسرعة بمرمة جهازنا قبل فوات الأوان. حضر جهازك للآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلجا، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما معنى من خاف أدلجا؟ اللي يخاف أنه ما يوصلش للبلاصة اللي حاجته بيها في الوقت المناسب يبكر. تحب نوصل لتونس السبعة، مش لازم تخرج الأربعة، أخرج الساعتين متاع الليل باش تطمئن على ما يحدث. قال: من خاف أدلجا، اللي خاف ربي ما يقولش أنت من ست صغير تروح تعقل ما يسووش، أتو نعمل، أتو نعمل عمر، أتو نعمل حاجة، أتو إن شاء الله كذا، أتو نقرأ، أتو نعمل، تو ما تعرفش وقتاش بس يخرج ما يرجع. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي يحب يثني الركبة ويحضر ولا ينظر لا للوقت ولا العمر ولا اللي حواليه. اقتنص، اغنم الفرصة اللي تلقاها، اغنمها، ما تضيعش لحظة من حياتك. زي الإمام مالك يا أخواتي كان من فرط حسن استغلاله للوقت. الخادم بتاعه اللي إلهي بيه وحضر له وضوءه، خارج مكان الوضوء وقضاء الحاجة يقول له: أسمعني أقرأ وسمعني العلم متاع فلان. يستغل الوقت اللي هو في بيت الراحة، اللي هو في بيت الحمام، يستغل هكا الوقت ويأمر الخادم متاعه أنه يقرأ له. باش يستغل أقرض أنه تسمع خارج البيت، خارج باب المرحب. هو في الحمام يا أخواتي المحرم هو أنك مصحف ولا تقرأ قرآن، هذا هو المحرم. ما أنك تسمع ما ينفع من العلم لا شيء فيه. قلت علم، بدون قرآن علم، مسألة فقهية، أشياء يعني تعلمنا منه العلم فلن نعلمه نحن العلم الإمام مالك. وماذا قال الإمام الشافعي؟ إن لله عبادا فطنة، عندهم فطنة، تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني جدد السفينة وهيئ الزاد، قوي إيمانك، تبع منهج ربي، وكثر من الأعمال الصالحة، والباقيات الصالحات خيرها عند ربك ثوابا وخير مردا. لذلك يا أخواتي الميت اللي ما عملش ما يكفي، هو الوحيد اللي يطلب الرجعة، يقول يا رب: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. زيد حتى لو كان رجعهم ما يعملش، فراه ربي ما يقبض روح إنسان إلا
إذا علم أنه لن يزداد خيرا. اطمئنوا، إذا عندك نية باش تزيد عمره ما يخذك ربي، اطمئنوا. ودعاء سيدنا سليمان يقول يعني على لسان المولى عز وجل يقول، والدعاء لسيدنا سليمان قال تعالى: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه تبعا فيه للشرع، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وعلمنا المولى عز وجل، ما هنا يقول تزود، أنه خير الزاد التقوى، وتزودوا، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللي عندك لب، عندك بصيرة، عندك فطنة، عندك فهم لما ينتظرك، اتقي ربي. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل تقي ولي. إذن كل تقي لا خوف عليه ولن يحزن بإذنه تعالى، لأن الله مع المتقين. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله يحب المتقين. فقد قال سبحانه وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذن هيئ الزاد، هيئ التقوى، لباس التقوى، أعمال التقوى، أخلاق التقوى، أداب التقوى. والتقوى هي المحاسبة، أني نعبد ربي ونحاسب نفسي على الصغيرة والكبيرة دون انقطاع. التقوى هي المحاسبة والمراقبة والمجاهدة المستمرة أثناء تزكية النفس. قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها، اجعلنا من المفلحين. ثالثا قالوا: يا أبا ذر أخلص العمل فإن الناقد بصير. الناقد، الناقد هو اللي كان يصنع ينقد الذهب والفضة، ما كانوا يصنعوا صفائح من ذهب ومن فضة نقود. فالناقد عليم وخبير بالنقود المزيفة والنقود السليمة. وربي سبحانه وتعالى هو الناقد، هو البصير، هو العليم بأعمالك الخالصة والغير خالصة. اللي انت عملتها بنية سليمة الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنا كبشر لا أعرف، أرى عملك وقل ما شاء الله لك، رب يعرف نيتك من الداخل. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. راني نعرف الذهب من الفضة من فارسه، نعرف العمل الخالص والعمل الغير الخالص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن يجب أن نخلص العمل بحيث لا يكون فيه لا رياء ولا شرك. فماش حاجة نحاس وتقول لله هذه راهي فضة، فماش حاجة فاس وتقول لله راهي ذهب. علاش؟ لأنه ربي خبير ما يخفى شيء. كمال الإيمان يا أخواتي هو أن تكون عبدا لله، نيتك خالصة، أقوالك خالصة، وأعمالك خالصة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الشرك نعرفوه، أن نخفي أشياء نعملها بالساكتة تغضب ربي ما يقلقنيش، المهم فلان ما يشوفنيش. إذا أترك العمل مش من خوفا من الله، من خوفا من عباده. الرياء نعمل العمل وماذا بيا تشوفوا هكا، ماذا بيا نتراو اللي انا ما شاء الله عليا، معناها تبارك الله. بعض الشيوخ يا خواتي ساعات تحل باش تسمع تقول لك: معكم الشيخ فلان، انا وانا وانا وانا. واذا يجي سؤال مغضب تراها سبحان الله، معناها ترى في حاله فيها جفاء، فيها غضب،
فيها تنقيص من شأن فلان وترفيع من شأن فلان، لا يحسن الاستماع للمخاطب، يهمش بعض الأسئلة، يحقر من بعض الكلمات، يعني سبحان الله يعني إذا غضب سرعان ما نبرة الهدوء والهيبة تتبدل، ترى شيء آخر تماما. لا يعجبه الرأي المخالف، يقول سيدي يا سيدي ما دمت شيخا فيجب أن لا تغضب، إكراما لاسم الشيخ الذي سميت به نفسك، اسمك رب شيخ، سيد الشيخ أصلا. فسبحان الله، كثيرا ما نشتم رائحة الفخر والاعتداد، ولا أريكم إلا ما أرى، وأنا على الحق وغيري على باطل، وأنا عقيدتي سليمة والآخر عقيدة، والآخر يعني كافر وبدعي ومشرك وغير ذلك. المفروض المفروض سواء كنا شيوخ أو تلاميذ، كلنا راحلون وكلنا معرضون لفتنة حب الظهور والرياء والشك. النفس سبحان الله تحب تظهر نفسها بأي شكل من الأشكال، الصالح والصادق يخفي أعماله بأي شكل من الأشكال، والشيخ سبحان الله البعيد عن الرياء وحب الظهور سبحان الله تلقى أقرب للقلوب، كلامه أثمن، كلامه يلج القلوب. والشيخ المتعالي شيء أمامه المعتد والواقف مع نفسه سبحان الله كلامه لا يدخل إلى القلب. مش العبرة بكثرة الكلام وكثرة الشهائد وكثرة الكتب اللي صنفها وكثرة الخطب اللي قدمها، العبرة بأدبه حين يقدم ذلك العلم. علم قليل مع أدب كثير أثمن من علم كثير بدون أدب أو بعجب. العلم مش بكثرة الكلام ولا بتنويق الدعاء ولا بصوت جميل ولا بأني حافظ القرآن العظيم، العلم أدب أو لا يكون. كلمتان صادقتان من قلب صادق خالص لله سبحانه وتعالى خير من مجلدات تكتب بعشب وبرياء. وكلنا شيوخا وتلاميذ، كلنا تحت دائرة الامتحان، كلنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كلنا تحت الابتلاء. إذا أردنا أن ننجو يجب أن نستفيق، نشفى من هذا العجب ومن هذا الاعتداد ومن هذا تقسيم الناس، وهذا كله يجب أن نفسخ أنفسنا. افسخ نفسك، يزي فيك البركة، افسخ نفسك وتواضع لله أيها المعلم، ذكر بالله، دل الناس على الله، وحالك خليه بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى، لأنه لما تكون الأنا حاضرة كلامك لن يدخل، لن يقبل. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قالها إلا مرة واحدة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قالها بأمر من الله تشريعا للأمة، حتى تعلم الأمة أن سيد ولد آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في بقية أحاديثه ما قالها أبدا، بل بالعكس يدخل الغريب فلا يعرف أيكم محمدا، لا يتميز حتى بين أصحابه، لا يتميز على الناس، حتى لما يجتمعوا على الطبخ على أي شيء يده مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شوف ثم قصة نرويها لكم في مجال الإخلاص وغير ذلك، اليوم نروي لكم منها حادثة فقط. السيد هذا كان فقير أغناه الله، لما أغناه الله تصدق بأموال كثيرة وأحسن للناس، حتى أعجبته الصدقات وأعجبه ما هو فيه من عطاء وإكرام للناس. لما أعجبه حاله رأى رؤيا، رأى نفسه أمام الميزان وكفة السيئات رجحت وغلبت كفة الحسنات، قال سبحان الله أين صدقاتي؟ أين ما أنفقته؟ فإذا به يرى كل صدقة كلفافة قطن، تحت منها عجب، الأخرى تحت منها رياء، الأخرى تحت منها، وجدها هباء منثورا. قال فإذا تحت كل درهم شهوة نفس أو إعجاب بصنيع كأنه لفافة من القطن لا تساوي شيئا. لما ترمي حجر هنا أعزكم الله مظالم، وترمي هنا لفافات بتاع قطن، مش مش يوزنوا قدام معاصينا وأخطائنا؟ نعلم أن تعظيم أعمالنا أكبر غلط،
قول أنا الحمد لله. إيه الحمد لله؟ مش مطمئنة لأعمالي، أنا مطمئنة لرحمة المؤمن عز وجل. أما أعمالنا الله أعلم شنو اللي مقبول منها وشنو اللي يقعد منها، والبعض منها أو أغلبها لفافت قطن. علاش؟ بسبب عدم الإخلاص، بسبب الرياء والشرك اللي احنا غارقين فيه. يعني اللي يشوف نفسه يصبح يرى أن حسناته ما شاء الله عظيمة، واللي يشوف ربي يرى أن حسناته قليلة وخفيفة جدا، لأنه دخلت عليها النفس، دخل عليها حب البروز وحب الظهور. هذا بالنسبة للرياء. بالنسبة للشرك نعطي مثال. لو أنا أقرر أني نهيئ ملابس أنيقة للعلم، تكون غايتي هو تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا كالشامة بين الناس. لما؟ ربي يحبني نظيفة، يحبني أنيقة، ويحبني مقبولة، فأحرص على ذلك. لو نفس الثياب بنفس الثمن بنفس الجمال نعملها مش نبرز أنا أفضل منكم وأرقى منكم، أنا أكبرية وأنتم لطاف. إذا كرهت في حياتي كلمة هي كلمة أكبرية، أكبرية وإحنا أصالية ولا حول ولا قوة. الأكابر بالتقوى وبالدين، لا بالثوب ولا بالساك ولا بالنعم. نجم يا أخواتي، نجم أنا نشري كما قلت فستان يكون أنيق متقن ونظيف من أجل احتراما للعلم، باش العلم لا يهان. تخيل انت شيخ علم ولابس ملابس وسخة غير متقنة وغير جميلة. العين تميل إلى الجمال وتحب الجمال، فمن أجل أنه يحب العلم وحببه حتى في المظهر الخارجي. قلت لو نفس العمل نعمل ولكن غايتي من الداخل أني نبرز، هذا رياء. لو نكون أنا في سدة الحكم وأتعامل مع ناس متكبرين وطاغين وحاقرين اللباس الشرعي والإسلامي، لو أنا مقرر نرتدي لباس جميل جدا وباهظ ومتقن لإعلاء كلمة الله، لرفع قدر اللباس الشرعي في قوم متكبرين، وهذا يولي عبادة. الأصل نرجع الإنسان عادي، لا نتحدث لا على علم ولا على مقام يعني حاكم وغير ذلك. الأصل أنك تلبس من أوسط مستواك الاجتماعي. مستواك الاجتماعي تقدر تلبس 50، نجم تاخذ 40 متاع 10 ونجم تاخذ متاع 50، نجي في الوسط ونقف تاخذ متاع 25 كيلو. مستوية ما بين مليون وعشرة ملايين، نجي في الوسط ونقف. ديما نميل للوسطية، ديما نميل للوسطية. الباقي يتقلب حسنات بطية أم تطية لينقلب حسنات في الآخرة. نقدر باش نشرب 10 ملايين، نكتفي بتاع 3-4 في المركز. إذا شيرت أكثرت من التنعم 5. الخمسة الأخرين نجم تحل بها مشاكل بتاع أسرة عندها زفاف وما هيش ميسورة الحال وما تقدرش تكون في مستوى جمالي مسعد، فأنا أتفرج على الناس هذوك، هذا يولي عمل صالح. لو أنا نفس هذا العمل نعمل نشري بربع مليون، اسمع يا راني ورثت عقدوري باش نشري بعشرة، شريت مليون ب 9 ملايين، عطيت لك ليرة وبعدين مسكت نتسخروا. الحجر والقطن يولي. انتم اختاروا وتحطوا روحكم. اه واضح؟ وعلى ما في القلب معول، انما الاعمال بالنيات. اكون نظيفه وانيقه وجميله من اجله، لا من اجل باش نبرز، ولا من اجل باش يقولوا، ولا حبا اصلا في الثياب ذاتها، لا تعني لي شيء. لا الثوب يعني لي شيء. ولا الصباط يعني لي شيء، ولا جد يعني لي شيء، ولا غير جد يعني لي شيء، ولا الذهب يعني، لا. كله من أجل هذا المعنى، أخرج الدنيا من قلبي وأجعلها في يدي، وغايتي في كل ما أفعل لله سبحانه وتعالى. مش غايتي لي تو حددت لكم يعني
نجم تشري روبة وانتي في مقام عالي اجتماعيا وماديا ورئيس الدولة مسلمة وترتدي ثوب قادر عليه، مش غايتك التفاخر والدبالي، غايتك باش ترفع مقام اللباس الشرعي وسط ناس محاربين للدين محاربين لللباس الشرعي. وهكذا يا اخوتي الانسان ربي يصلح احوالنا جميعا، وكل حب وكل انسان عاولي اللي عندها قدره باش تشيل روبة ب 10 ملايين هي حره بينها وبين خالقها، هي حره لان المال الحلال مش من المال الحرام، اما هي نقصت على نفسها برشا وكانت تنجم بهيك 10 ملايين تجمع الكثير والكثير من الحسنات والخيرات. انت بلباسك كانت تحب ترفع شان الدين اهلا وسهلا، تحب ترفع شان نفسك انا في ذلك، تحب ترفع شان زوجك في ذلك، تحب تتباهى لك ذلك، تحب تتأمى في الآخرة خلص أنت تحضر الموقع نتاعك مشرف أو غير مشرف. نعم؟ المفروض يا خواتي أن نزداد رحمة في قلوبنا، المفروض أن نفرج قلوب الناس، تفريج الكرب مقام علي أفضل من ثوب عالي، هيك الأكابري بالحق. يجب أن نطلب الآخرة ونخرج الدنيا من القلوب ومن الخزائن والجلوسات ولا ندخل بها على عباد الله المحتاجين فهم كثر. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. المفروض هذا العمر عرفنا للدنيا دار غرور وانها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، وان لحظه تفريش كرب مكروه تساوي الدنيا وما فيها. تذكر دمعه اليتيم وصاحبه الرغيفين وكيفاش الميزان ارتفع بجبر خاطر الفقير. القيمه الحقيقيه، القيمة الحقيقية، الأكابر الحقيقي، القيمة الحقيقية هي الخلود في الآخرة في الجنان العالية. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما تركها النبي حين خيره ربه: تريد أن تزيد العمر؟ وإلا الرفيق الأعلى قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. لكن للأسف حقيقة الدنيا ما زالت مترفعة على قلوبنا وفي قلوبنا شئنا أم أبينا، صدقنا بالكذب فوقعنا المعاش سبحان الله. حتى اللي كبر سنه واللي كبر سنها بقيت كما هي تلهث وراء الدنيا، ماذا بيها تزيد فريدة سلوك حديدة، ماذا بيها تزيد تقدم القدم خطيبة. أصبحنا نرى حتى الكبير اللي ضعف بصره وقل سبحان الله وهن عظمه وعينيه تنظر ولا حول ولا، حتى كان مشعيرين لسانه مغذي وزاد يغتاب، يعني بينه وبين القبر غمضة عين ما زال يؤذي جيرانه. ونرى المرأة الكبيرة بالسن متصابية كما هي، كأنها لم تتقدم في العمر، تصرفاتها تصرفات متصابية، بل كثير من الناس انحدروا، زادوا انحدار وزادوا انحطاط ولم تأتيهم أصلا الحكمة. ما أنا كبر نقول إحنا لما يكبر يعمل عقل، كبر ما عملوش عقل سبحان الله، هي الحكمة رزق من الله، أما أنت تسعى لها سبحان الله، تحاول تكتسبها تولي حكيم تفهم تولي فطن تولي صاحب لب صاحب عقل. المفروض المؤمن يزداد حكمة ويزداد نضج، لكن المفروض أن نتوب، المفروض أن نقلع، المفروض أن نعود عن أخطائنا السابقة، المفروض أن نعترف، المفروض أن نكون قد انتهينا من تزكية أنفسنا. بعد هذا لو احنا ما زلنا مدوبين، المفروض أن نكون رحمة لغيرنا مش رحمة لأنفسنا فقط. يجب أن نتعامل بالشفقة والاحترام، نتناصح بأسلوب نبوي راقي، نكون قدوة لإصلاح أولادنا وإصلاح من حولنا ولا نطغى على أحد. نعوذ بالله من الطغيان ونعوذ بالله من الرياء والسمعة، وربي كفرنا في الطاعة إن شاء الله. رابعا خفف الأثقال، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر خفف الأثقال فإن في الطريق عقبة كؤودا لا يقطعها إلا المخفون.
العقبة يا أخواتي هي حاجة ما تنجمش تتعدى. عقبة حاجة مانعتها، أبس لا تستطيع أن تتخطاها أو أن تنفذ منها. وكأود ما تقدرش عليها، نجمش كي تلقى جبل قدامك تهزه. قال فإن العقبة كأود، خفف الأثقال أي خفف الحمل. قديش تغتال باش تهز حمل، تكذب باش تهز حمل، تظلم باش يعني قديش يعني. ربي إن شاء الله ييسر علينا ما نحن فيه. إحنا عندنا من الذنوب ما شاء الله، من الأخطاء ما يكفينا، نزيد نثقل على روحي نهز ذنوب الآخرين بهم عليهم صف منعتهم. أنا أقول لأخواتي حتى أنت تسوق في السيارة ناقص الكلام، هكا بيه هكا عليه ناقص، ضمه لسانك خيطه، ما تعرفش على الناس، ما تعرفش على أحوالها، ما تعرفش على عقولها، ما تعرفش على وضعيتها. قول أنت عاقل وخليه هو مجنون. ساعات تشوف سائق خارج الزبد وال يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يا أنو فلان قص عليه، يا خواتي هذيك ما ضربش، هذيك حمل فوق حملك، راهي العقبة كأود، الكل باش تهزو، راهو كانك سرقت عمارة باش تجيبها على كتافك، وكانك سرقت بكرة باش تجيبها كيما نقولوا احنا تزوم على كتافك، وكان جمل وكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة، يعني الدنيا ليأخذ حاجة من الدنيا بظلم، يحمله على عنقه بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، كل واحد وصوته مسميه معنى في اللغة العربية رغاء البعير هو صوته، البقرة صوتها خوار، الشاة صوتها تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبضة، حتى شافوا حفرتين متاع الإبط متاعه، يقول اللهم هل بلغت، يعني الأمر عظيم. يعني الإنسان اللي يسرق اللي يكذب اللي يظلم اللي يفك، تفكش حتى 10 سنتيم من أرض غيره مش تجيبها على كتافك يوم القيامة. وقد خاب، يقول ربي سبحانه وتعالى، وقد خاب من حمل ظلما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، إذا كان قطعت الحد أو أي شيء فتحلل منه اليوم، راه لا رحلة ثم لا فلوس، لا سامحني لا تسامحك، ثم كان حساب وعقاب. قال قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يفك لك حسناتك يزيد يعطيك سيئات، حمل فوق حمل. قال خفف الحمل فإن العقبة كأود، مش باش تتعدى أنت الصراط، ومش باش تتعدى القنطرة، وغير ذلك من مشاهد يوم القيامة العظيمة. يعني نهار صعيب، خليك خفيفة الحمل أيسر لك. يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم، يعني ثم غنائم في فتح من راوي الحديث وسيدنا عبادة بن الصامت. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاصد، بعير من الغنائم اللي، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قرده، يعني وبره شعر بالصوف، فجعل بين أصبعيه يعني هكا، ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم. ريتوا الشعر هذه من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول سرقة، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. خيط خيط وفتلس فيها، ضرب غلة هكا نحيش فيه، أي حاجة تحقرها باش تتحاسب عليها، تحقرها ولا تقدرها باش تتحاسب، باش تتحاسب إلا ما تحقر حتى شيء. اللي يخدموا في الأماكن العمومية، لتزوريقة لتزستيل، واللي تقعد تاكل من وقت المواطنين، اللي تقعد تتفرج على التليفون من وقت المواطنين،
اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. شنار يعني شنعة فضيحة، ونار هذه العاقبة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. صدق الله العظيم. نردوا بالنا باش نهار آخر ما نتحسروش. قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لازم تزمت ولا شيطوا ولا كرهتونا في الدين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ربي هداكم حبيتش. إذا ردوا بالنا يا أخواتي، الأمر ماهوش هين، والأمر صعيب، والأمر خطير جدا. نخير أني أنا أجل التحلي بالقيام من الحصة المقبلة. هي الدنيا دنية وصعبة، حتى تحضيرها كان صعب جدا. مش نستوعبوها كما يجب، احنا فهمناها، فهمنا خطورتها، جددنا المعتقدات، احيينا السنن. اما القيم التي يجب ان نحيا بها ان شاء الله في هذه الدنيا، نتركها ان شاء الله للحصه المقبله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، طيبا مباركا ميمونا عطرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت.